كل ليلة 2 و3 من نص الليل لمدي ساعتين، سرك في بير مع علي شابي على موزايك فام. سركم في بير الليل على موزايك فام، حتىش لمدي ساعتين متاع الليل. معنا على الهاتف سارة. مساء الخير. ألو. عسلامة. عسلامة لله. مرحبا سارة. مرحبا بك سارة. قداش عمرك أختي؟ عمري 27 27 سنة. تخدم تقراش تعمل في الدنيا؟ نخدم. مرحبا بك لله. قل لي شنو مقلقك، حكي لي الحكاية من الأول. بكل 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 بق. أنا طبعا مخطوبة عندي 16. إن شاء الله ما بقى بالبركة يا لله. عايشك. المشكلة اللي أنا عندي، عملت غلاتيون قبل عام 2012. بون غلاتيون لجمة نقولها معنى امرأة وراجل كاملة. بعد بريود معناها 3 سنين فاك وكسيتغا، بعدنا على بعضنا. بون جست خاطر كل واحد مشي على روحه. هي كانت علاقة حب ولا علاقة عابرة معناتها؟ نو غلاسيون دامور قبل كاملة، امرأة وراجل معناها عايشين مع بعضهم. ديجا عشنا مع بعضنا بريود كبيرة. لا، سألتك على أنها تكون علاقة حب، ما أنت فيها مشاعر ولا هذا؟ أي فلا فلا ما أنت وفيت الغلاسيون معناها بون صارت لي ديبريسيون. خرجت منها معناها بسيف من الغلاسيون. من بعد قعدوا لي دي معناها دي غلاسيون عابرة كيكا معناها جست فور بليزير. بعد العلاقة هذه عملت علاقات عابرة أخرى معناتها؟ وي. بون انا تويك ما كانوش، سامحني، ما كانوش على ما كانوش عن حب. بون فما غولاسيون كانت عن حب، مي سي بون وفات. وهذه الغولاسيون الوحيده اللي قعدت في بال خطيب بحكم اللي هو معناها يعرفني وقتها، وانا مع السيد هذايا. فهمتني؟ يعرف شنو هي نوعيه العلاقه اللي يعرفها؟ يعرف شنو معناها يعرف لي احنا غولاسيون. فهمتك. فهمتك. فهمتني؟ بون المشكله هوني اني انا ما حكيتلوش. و طمال دو فوا يجي يسألني اسكو ما فما حد شيء تحكيه لي. راني ما نسمحش في الحكايات هذوما، مي ما عنديش الجرأة الجملة باش. شنو الحكايات هذوما اللي ما يسمحش فيهم؟ معناها لي غولاسيون كاملة، معناها كيما نقولوا نحن الغولاسيون انك ترقد مع كلكان ولا فهمت. اي بخف توا معناها عرسي يقرب. وقتاش عرسي؟ 5 موا. ومانيش عارفه شنو نعمل برسمي، مش فاهمه شنو نعمل. اسكو نفرح واسكو نقول وراني انا عشت دي غولاسيون دامو بالنوعيه هذيا اللي يصير فيهم كل شيء؟ ولا عندي هي مشكلتش. يعني تقصد على فقدان العذريه هكا؟ بون سي اون غولاسيون صار فيها كل شيء. لا ما هو سميه، ما هو التسميه. شو باش يبدا الموضوع واضح في ذهنك؟ واضح، ما في حد شيء. الموضوع هو أنه خطيبك ماشي في باله أنه العلاقات اللي قمت بها قبل ما كانتش علاقات كاملة، معناتها ما فقدتش فيها العذرية. هذا هو دونك نحكي وبقاتيك ما معناتها في السجية. يعرف لي أنا صاروا دي غولاسيون قبل، ما يعرفش طبيعة الغولاسيون كيفاش كانت. هو موقفه من المسألة حاسم معناتها؟ أي حاسم. اي فوالا حاسم. وحكى فيه معاك. انت شنو كان جوابك؟ حتى شيء، ما فما شيء، ما صار شيء. و غلاسيون عادية، ان كيلكان عرفته ما تفهمنيش، كل واحد يمشي على روحه وقعدو. هاو هذاك شنو نقول له؟ وسامحني معناتها عرسك دون 5 موا هكا قلت لي. اي ناويش تحكي معاه في الموضوع باش ما حق؟ نو. اي شنو اللي باش تعمل؟ ما نعرفش. معناتها انت لهنا ولو انك اختصرت لنا فيسع فيسع الحكايه، حطيت روحك في مازق، ما عندكش مخرج منه. ما نجمش نحكي له حتى اون كا. وانا حكيت له سي بون، معناتها كل واحد يمشي على روحه. شويه شيوخ كل واحد يمشي على روحه. اي ما عندكش مفر، فماش مفر من هذا. شوف علاش قلت لك مأزق، ما فيش ثنايا متفرع على المأزق هذا. انت ورطه يا اما تكشف، ما انت تكشف
تكشف. بون انت بدات ما فهمتش حاجه مي انا عملت ريلاسيون كامل ما فقدتش عضلاتي. انت فاقده العذريه والا لا؟ لا. انت مالها شنو هو الموضوع تو هذا؟ انا عملت ريلاسيون كامله. اي فقدت فيها عذريتك والا لا؟ ما فقدتش فيها عذريتي. اما انا مش عارفه اللي تقول فيه له. لا لا اللي تقول فيه راهو مش منطقي. ما يستقيمش. ماهوش لوجيك اللي تقول فيه. بون ماني سيكسولوج هوني باش نحلل ولا باش نحكي في جزئيات. هذا هو اللي صار. شوف المنطق يقول انه في الحكايه اللي تحكي فيها انت يعني قمت بعلاقات جنسيه. فوالا قمت بعلاقات في علاقات عابره وفي علاقه استمرت قد برشا مرات مع الشخص الاولاني هكا ولا وبعدين تقول لي انا ما فقدتش فيها العذريه. لا يستقيم الموقف لهنا ما نجموش معناتها نقولوا كلمه كيما هكا. انا عملت ريلاسيون كامله مي ما فقدتش عذريتي. بون نجم تكون ريلاسيون ماهيش كامله سيكسيلمون. لا لا هذا كي اسمعني يظهر لي عندك يا اما عندك عدم فهم للي صار تفهم فيها والا تلمون مقتنعه بخطيبك انك لازمك تاخذه يتهيأ لك انك ما فقدتش العذريه نتاعك. لا انا ما فقدتش عذريتي. شوية شوق معناها بالحكاية هذايا ديجا مشيت. المشكلة إيه المشكلة تحلت دونك. شنو باش تصارح مشكلتك استنى نمشي معاك في تحليلك هذا اللي هو أنا نعتبره غير منطقي. إلى حد ما اسمعني إلى حد ما خوفك من أنك تحكي له على العلاقات العابرة. اسكو أنا نحكي له معناها وقت اللي انا نفقد عريتي وقتها لازمني نحكي له مي انا عملت حاجات ما قلتلوش لاني عملتهم نورمال. ليه عاد هنا اسمعني مش انا اللي باش نحدد نورمال ولا مش نورمال. هنا انت اللي عملت وانت اللي خذيت القرار وانت اللي حبيت معناتها تختار الاختيار هذاك. السؤال هذا تساله روحك يا ساره مش انا باش نعرف. أنا 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 مذيع نسأل مذيع مهنتي هي السؤال. سألتك مجموعة من الأسئلة تبدو الأسئلة لا تستقيم. كان باش نحكيو على الفيرجينيتي إلاستيك تفهم فيا هذا هي موضوع يهم السكسولوج. أنا ما نحبش نحكي فيه لأني أنا قلت لك نمتهن دور مقدم برنامج ما نحبش ندخل في التفاصيل. اللي تقول فيه كان ما فقدتش عذريتك صارح الراجل صارحوا بالعلاقات العابرة اللي عملته. ما عندك حتى مفر من هذا ويزمك تقوله إذا كنت تحب تبني حياتك على الثقة تفهم فيها. وإذا كان فقدت عذريتك تقوله في جميع الحالات لازمك تقول خطر قبليك في الستاندار قبل ما تحكي قلت روات قلت عكس اللي قلته أنت تو فهمت سارة. ثبت لي أمور كمان باش نبدأ واضحين مش ما نحكيوش حكاية ملحيت. عرفت جبنا حكاية هكا ملحيت وحكيناها. إيه ما حكيتش حكاية ملحيت. هي الحكاية صارت معناها الغولاسيون كاملة صارت. هي ما فهمتش كيفاش باش نحكي معاك أنا في الموضوع هذا خاطر من أنا مش كوانسي نو 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 مش اختصاصي ما نجمش. أنت تحكي لي في حكاية وتجيب لي في نقيضة دونك جو بابا ما نجمش نمشي معاك أكثر من هكا. ما فهمتش انا شنو نعمل. يعني انا ما نجمش نقول لك ما فهمتش شنو تعمل سي توت في نورمال لانك ما ماكش مقتنعه باللي صار بالحاله اللي انت فيها. ساره نعطيك ثلاثة دقائق تفكر فيهم في الموضوع بالقدي بالقدي لعل في تغيير رأيك تفهم الموضوع وإلا لا. فهمتكش ما تقصد. فهمتكش ما تقصد. باهي اللي قلته هذايا صحيح ولا مش صحيح؟ يعني أني أنا ما فقدتش العذرية نتاعي. إي أنا مشيت للجينيكولوج. قال لك فقدت العذرية ولا ما فقدتش العذرية؟ قال لي لا. قال لك لا. وقلت له راو هكا وهكا 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 ايه قلت شقال لك
خلي ما تحطش العصية نتاعك. اي قلت له هذا ممكن، قلت له هذا ممكن ولا مش ممكن؟ انا وقت اللي معني انا مشيت جوست باش نعرف اسكو انا فيرش او نو، مشيت قال لي راك ما فهمك معني راك لاباس فيرش. الطبيب اللي قالوا هذاك هو صحيح. انا دي بعد اللي بعد اللي بعد ما بعد العرس شنو باش يصير؟ شنو بعد العرس شنو اللي باش يصير؟ معناها العلاقة باش تتعاود باش تصير مع هو. منين شنو باش يصير؟ كي هنا منين نعرف انا شنو اللي باش يصير؟ يا سارة سارة انت ضميرك يأنب فيك من شنو؟ من اني ما قلتلوش. يقول له يا سارة باش نخسر. اي شنو الحال معناتها؟ وين 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 باش وين باش تمشي توا؟ فما اتجاه واحد. انا باش نقول لك ما تقولوش، ما تركبليش ذنب في رقبتي ونقول لك ما تقولوش. لا ما نجمش نقول لك جو بابا، ما نجمش ما نجمش. اقرا لي كومونتير مهمين مهمين، جو دي بيان. الناس اللي قاعده تكتب توا قاعده تتفرج صدقني عندهم 70% من الحل. جو فوز اسيو تبارك خير لله ليلتك زينه. عايشك عايشك. ميرسي عليك. ميرسي. يلا نستنى تليفوناتكم على 71 113 ألف في حدود الساعة الثانية صباحا على موزيكا فهم سرك في بيتي.